السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التأثيرات الملمسية على الطين. في هذا الدرس هنتعرف إن شاء الله على طريقة عمل هذه الملامس الموجودة على الأشكال اللي أمامنا، وأيضا طريقة تلوينها ووضع الأشرطة الستان هذه. إذا استفدنا من الفيديو لا ننسى لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نتعرف مع بعض على الأدوات والخامات. هنشوف مع بعض. هنا عندنا طينة، في عجينة طينة لونها أبيض ودي ممكن نستخدمها أيضا ونشوفها مع بعض. في عجينة طينة ولونها بني، عجينة سيراميك يكون لونها بني موجودة في المكتبات، طبعا ممكن نستخدمها إن شاء الله مع بعض. هحتاج هنا معايا الفرادة هذه وبعض الملامس اللي موجودة هنا والغطيان اللي احنا ممكن نقص عن طريقها، وأيضا عندي هنا بعض الملامس زي الكرتون اللي ممكن شكل زي هذا مثلا، ممكن نعمل الأشكال اللي هي زي كده نقص بيها، يعني الخيش الكرتون اللي هو من الداخل، يعني مثلا الكرتونة هنا ممكن نشيل الجزء هذا أو الجزء اللي هو من الداخل هذا، نشيل الجزء اللي هو هذا ونبدأ نستخدمه في عمل بعض الملامس في عندي طبعا غطيان الأقلام زي هذه لها أشكال زي كده ممكن نستخدمها معانا. هنا عندي مثلا سكين له ملمس زي هذا ممكن نستخدمه أيضا، في أشكال قوالب موجودة زي كده. طيب احنا ممكن بعد كده طالما في كل الأشكال، طب الغطيان هذه أشكالها كلها دائرية، ممكن نستخدم نقص هنا شرايح ونعملها على شكل مربع أي شكل، وهنشوف مع بعض الطريقة. انا هبدا اجيب قطعه كرتونه زي هذه او فلين او خشب او اي شيء، واضع عليها قطع من القماش. قطعه القماش هذه فايدتها ان طبعا لما اجي اعمل الشريحه لا تثبت عليها، عايزينها تتفك بسهوله. هنشوف مع بعض الطريقه. نجيب الاول عجينه السيراميك اللي عندنا هذه اللي لونها ابيض هذه، ونبدا نقصها من هنا. هذه لونها ابيض ونستخدم قطع منها نصفة مثلا بالشكل هذا، نبدأ أعجنها كده في يدي. هذه طبعا ما تتعرض للهواء بتتصلب، يعني بتكون جافة وكويسة. أضعها هنا على قطعة القماش وابدأ للأمام وللخلف كده. فهنا استخدم، شايفين قطعة الكرتون هذه، طبعا هنعمل ملمس الخطوط الموجود عليها هذا، فابدأ اضعها هنا ممكن هاي واضغط عليها بشكل جيد كده، وارفع القطعة. طبعا الخطوط. طيب هذه كده. في عندنا ايضا ممكن نستخدم الخيش هذا في عمل ايضا جزء زي هنا هنا كده مثلا، وهبدأ ممكن باستخدام اي شيء مثلا شيء زي هذا يكون، واضغط عليه عشان تطلع معايا مستوية، نطلع ملمس الخيش وزي ما احنا شايفينه هنا. ممكن ايضا بعض الملامس الاخرى، مثلا انا عندي هنا خطوط اهي، ممكن احاول اطلع هذه الخطوط، اضغط كده زي ما احنا شايفين هنا. ممكن باستخدام قلم زي هذا اعمل الملامس الخاصة به الموجود اهي، ايضا هنا ممكن اضعه هنا الطريقة هذه يعني. وهذه مثلا هذا شكل ممكن نعمله ايضا. عندي هنا السكين هذا، شايفين له بعض الملامس زي كده، ممكن اعملها اضغط عليه كده هنا وهنا ايضا جنب
طبعا في ملمس لأشياء كثيرة جدا ممكن نستخدمها بالشكل اللي احنا شفناه هذه. ممكن بقى بعد كده أقوم بقصها باستخدام غطا زي هذا أو غطا صغير مثلا زي كده حسب الحجم اللي احنا عاوزينه. طيب إذا ما احتاج كل هذا ممكن أجيب غلاف مثلا زي كده وأعمل الشكل اللي أنا عاوزه، مثلا سواء كان مربع مستطيل مثلث. يعني مثلا لو أنا قصيت هنا كده عملت شريحة كده أتحكم في الحجم والشكل اللي أنا ده أنا عاوزه. يعني مثلا هذه بالشكل هذا كده ممكن أثبتها لزقها في بعضها بالشكل باستخدام أي شريط زي كده. ده غلاف دفتر او اي شيء عندك قديم. طيب ممكن نعمل منه شكل مثلا مربع او معين، فهبدأ اضغط هنا واضغط في الطرف الاخر كده خلاص. ممكن اشوف شايفين الشكل هذا، ممكن اخليه بالشكل هذا وابدأ اضغط عليه. ممكن لو عايزينه شكل مثلا معين ابدأ اضغط على هذه كده وهنا اضغط هنا او شكل مربع واضغط هنا. شايفين طلع الشكل عندي اللي هو هذا. ممكن ابدا اقص كده اضعه هنا واقص براحتي مثلا هنا كده وادخل ملامس على بعضها وابدا اضغط فقط واقص معايا الشكل. طيب فرضا مثلا هعملها بالشكل هذا وهبدا اضغط واقص ادخل خطوط مع الاشكال هذه، فابدا اضغط كده الى ان احس اني وصلت الى النهاية وهبدأ ارفع بالشكل هذا. شايفين بقى فات القماش، القماش هنا بيخلي الشكل ما يلزق على الطينة اللي تلزق عليه. وبعد كده بضغطة من هنا كده ابدأ اخليها تفك معايا، طلع عندي الشكل اللي احنا شايفينه هذا. ابدأ اضبط الحواف اللي هي هنا ممكن اترك الشكل الى ان يجف وبعد كده الونه مثلا. هي طبعا ما هي الوان، شايفين الشكل هذا. طيب هذه كده واحدة. ممكن ايضا نستخدم الشكل هذا مثلا الدائري هذا، وطبعا الافضل يفضل ان نعمل بهذا عشان اقدر اطلعها من الشكل. مثلا شكل دائري هبدأ اقص ايضا شريحة بالشكل هذا. عندي هنا أبدأ في تلوين الأشكال بعد ما طبعا يعني تمسكت شوية. أشوف كده يبقى عندي ألوان الأكريليك هذه ثلاث ألوان، الأحمر والأصفر والأزرق، وأبدأ كده أمسكهم قطعة قطعة وألونها. مثلا عندي هذه هنا في الخطوة الأخيرة عملهم بها الإخراج. فهبدأ
هعمل فتحة هنا كده في المنتصف هنا، وأجيب عند الحلقات اللي احنا شايفينها هذه، أي سلك عندك أي شيء ممكن تعمله الحلقات هذه. هنبدأ نفتحهم كده من أعلى. نبدأ أجيب هنا الحلقات، أفتحها كده وأدخلها بالشكل هذا زي أمامنا كده. هجيب بعد كده الشرائط، يكون دي قطعة ممكن أضع لها بقى شريط زي هذا. شريط الساتان هذه، وهبدأ أربط الشريط بأي طريقة أيا كانت. أقوم بهذا الشكل، شايفين؟ وبالشكل هذا يكون احنا انتهينا من درس اليوم اللي هو التأثيرات الملمسية على الطين، وشفنا طبعا طريقة عمل هذه الملامس وتلوينها ووضع الشرائط زي الطريقة هذه اللي احنا شفناها. إذا استفدنا من الفيديو لا ننسى لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.